الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله سبحانه وتعالى يا إخواني أنزل لنا القرآن وحيا من عنده جل وعلا هدى لنا. قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وفي القرآن عبر وقصص يعتبر بها المعتبرون، ما كان في قصصهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اليوم إخواني كلمتنا عن قصة آدم عليه السلام مع إبليس، وكم لنا في هذه القصة من عبر وتذكرة. وقد كرر الله سبحانه وتعالى علينا، فقد ذكر لنا خبرهم مرارا في كتابه العزيز لنعتبر بها ونتبصر في حياتنا. آدم إخواني هو أبو البشر، خلقه الله جل وعلا بيده تبارك وتعالى من طين، ثم نفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم. وكان قد خلق ربنا تبارك وتعالى من قبل خلقه آدم الملائكة، وممن خلق أيضا من أصناف المخلوقات الجن، ومنهم إبليس. إبليس كان من الجن، ولكن كان لعظيم استقامته على أمر الله تبارك وتعالى رفعه الله سبحانه وتعالى مكانا عاليا عنده جل وعلا، فكان ممن اصطفى الله جل وعلا من المخلوقات آنذاك إبليس، فكان يكون مع الملائكة عند ربه جل وعلا. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أمر الملائكة أن يسجدوا لهذا المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا، وها هنا إبليس تكبر وحسد هذا المخلوق، قال أسجد؟ قال الله فأبى واستكبر وكان من العالين. قال الله سبحانه وتعالى قال أستكبر، قال الله جل وعلا سأله الله تبارك وتعالى: لماذا تتكبر وتأبى أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ أبى إبليس أن يسجد لآدم حينها، فطرده الله جل وعلا من رحمته، وقال ربنا تبارك وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وقد بينت الآيات الأخرى أن كان ذلك عن كبر من إبليس يحسد هذا المخلوق، كيف أنا الذي خلقت من نار أسجد لهذا المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا من طين؟ فكان سبب هذا الإباء الكبر والحسد لهذا المخلوق، فأبى عن السجود وكانت عاقبته خسرى، فأبعده الله جل وعلا من رحمته. فلما سجد الملائكة ونفخ الله سبحانه وتعالى في آدم من روحه أسكنه الله جل وعلا جنته: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فكان يعيش في هذه الجنة، وخلق الله جل وعلا له حواء أيضا زوجة له في هذه الجنة، ولكن نهاه الله سبحانه وتعالى عن أن يقرب شجرة واحدة في هذه الجنة، فنهاه الله سبحانه وتعالى أن يأكل من هذه الشجرة التي في الجنة. ولكن إبليس حينما أبعده الله جل وعلا قبل من رحمته طلب من ربه أمرا واحدا، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أراد أن يتركه الله سبحانه وتعالى ولا يهلكه حتى يغوي آدم. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أعطى إبليس ما تشتهيه نفسه، فقال إنك من المنظرين. فهنا أتى إبليس لآدم في هذه الجنة فوسوس إليه، قال ألا أدلك على شجرة
الخلد وملك لا يبلى، فوسوس إليه الشيطان. فهنا ضعف آدم عليه السلام واستجاب لوسوسة إبليس فأكل من الشجرة، فكان عاقبته أن عاقبه الله سبحانه وتعالى وأنزله من هذه الجنة إلى الأرض التي نعيش فيها نحن اليوم عقوبة لآدم. لكن آدم حينما ذاق من هذه الشجرة أنبه ضميره إخواني، فعلم قبح الذنب الذي ارتكبه، فهنا لام نفسه وأنبه ضميره فطلب من ربه التوبة، فتاب الله جل وعلا عليه. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذه الكلمات هي الآية في سورة، آية مذكورة في القرآن، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتواضع لربه جل وعلا وأناب. ها هنا إخواني تعالوا نتدبر القصص، الدروس التي ممكن نستلهمها من هذه القصة العظيمة. الدرس الأول إخواني تعظيم أوامر الله جل وعلا، كل أمر من عند الله جل وعلا ينبغي لنا أن نعظمه. فها هنا لو تأملنا في هذه القصة، إبليس ترك سجدة واحدة فأبعده الله جل وعلا من رحمته. آدم عليه السلام أكل من الشجرة التي لم يكن ينبغي له أن يأكل منها فأنزله الله جل وعلا وأهبطه من جنته. تأملوا حال السارق إخواني، أمر القرآن أن أمر الله سبحانه وتعالى أن تقطع يد السارق في ربع دينار يسرقه في حفنة من المال يسرقها. شارب الخمر الذي يقذف المحصنات من النساء عاقبته في شرع الله جل وعلا أن يوسع ظهره جلدا بالسياط. الزاني المحصن جعل الله سبحانه وتعالى عاقبته الرجم. كل هذه عقوبات لمعاصي يرتكبها الإنسان، فهذا يجعل الإنسان يعظم أمر الله جل وعلا، صغير الأمر أو كبيرة لا يقول هذه كبيرة فلا أرتكبها، وهذه معصية صغيرة فأنا أرتكبها ولا بأس بذلك. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولا يكون إخواني حال الإنسان يتهاون في المعاصي تهاونا عظيما حتى ينطبع ذلك على قلبه وينعكس ذلك على بصيرته فتنطمس هذه البصيرة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يسود قلبه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه هواه. يحذر المؤمن ذنوبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يخشى أن يسقط هذا الجبل عليه، وإن المنافق لا يرى ذنبه إلا كذبابة حلت على أنفه فقال بها هكذا. ينبغي للمؤمن إخواني أن يعظم أوامر الله سبحانه وتعالى ويعلم أن ثمة حساب وثمة وقوف بين يدي جبار عزيز. قال ربنا تبارك وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيحذر المؤمن من هذه الذنوب ويجعل من سيرة خير الصحابة مثالا له يقتدي به. كان أبو بكر قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما نهى عن معصية ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى قال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أبو بكر رضي الله عنه إني أخشى إن تركت شيئا من أمر الله جل وعلا أن أزيغ. قال الإمام أحمد حينما فسر الفتنة المذكورة في الآية الفتنة الشرك لعله إذا ترك شيئا من أمره أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
هذا الأمر الأول، تعظيم أمر الله جل وعلا، أن يعظم الإنسان هذه الأوامر التي في كتاب الله ويعلم أنها من عند ربه تبارك وتعالى، يأمر الله جل وعلا عباده بما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم. الأمر الثاني إخواني، إذا ما تأملنا حال آدم عليه السلام وقارنا بين حاله وحال إبليس حينما عصوا ربهم تبارك وتعالى، آدم عصى ربه جل وعلا وأكل من الشجرة التي لم يكن ينبغي له أن يأكل منها، وإبليس كذلك استكبر أن يستجيب لأمر الله جل وعلا. الفرق بين آدم وبين إبليس أن إبليس حينما أبى أن يسجد وسأله ربه تبارك وتعالى لماذا لم تسجد لما خلقت بيدي، كان نتيجة هذا السؤال أن إبليس استكبر عن أمر الله جل وعلا، فكأنه يقول أنا لا يليق لي أن أستجيب، لا يليق بي أن أستجيب لأمرك يا ربي. وأما آدم عليه السلام حينما عصى ربه تبارك وتعالى وأكل من الشجرة وأنبه فحصل له بعد ذلك لوم للنفس وتأنيب للضمير، لهذا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مهما جرت بك النفس إلى شيء من معاصي الله جل وعلا، ارجع إلى ربك واجعل فيك هذا التواضع وهذه الإنابة التي حصلت لآدم عليه السلام حينما رجع لربه وتاب. آدم عليه السلام حينما تاب، حينما أذنب قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وإبليس تكبر، فكن من الصنف الذي يتواضع إذا ما عصى ربه تبارك وتعالى، وأقر بهذه المعاصي، يجعل في قلبك ربك تبارك وتعالى إنابة إليه، ويجعل ربك في قلبك هداية وطلبا للرجوع إليه جل وعلا. كذلك كان حال موسى عليه السلام حينما قتل ذلك الرجل، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك ذنون حينما ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لا يضيق عليه ربه تبارك وتعالى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وها هنا المؤمن إخواني يتأمل في حال آدم. آدم نبي من أنبياء الله جل وعلا، آدم أبو البشر، خلقه الله جل وعلا بيده وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها وأعطاه من العلم الشيء العظيم، ورأى بعينيه سقوط إبليس من ذلكم العرش الذي اعتلاه ومن تلكم المكانة التي اعتلاها عند ربه تبارك وتعالى حينما عصى ربه تبارك وتعالى. آدم شاهد هذا الموقف، وشهد كيف أن إبليس كان في منزل عال ثم سقط من هذه المنزلة لمعصية ارتكبها، مع هذا العلم الذي أوتيه آدم وهذه الأمور التي شهدها، إلا أنه حينما أسكن الجنة ونعم فيها وتنعم لم يمنعه ذلكم العلم الذي علمه ربه تبارك وتعالى من أن يعصي ربه تبارك وتعالى، وهذا بسبب نفسه، فإن كل نفس قد ركب الله جل وعلا وخلق فيها الهوى الذي يأمر العبد بالسوء. قال ربنا تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فصفة كل مؤمن إخواني إذا ما أراد النجاة أن في نفسه هوى، وهذا الهوى يمنعه من الخير، يأمره بالشر وينهاه عن الخير. المؤمن دائما ما يتذكر أن يحذر من هوى نفسه، ليس كل ما تشتهيه نفس الإنسان فإنه يفعل هذا الأمر، لا، كل ما عرض على الإنسان أمر تمليه عليه نفسه فإنه يعرض هذا الأمر على أمر الله جل وعلا، إن كان خيرا فعله وإن كان شرا حذر من هذا الأمر. وحال الإنسان الذي يفعل كل ما تمليه عليه نفسه حاله حال سوء، ينبغي له أن يراجع نفسه وأن يحكم سيره إلى ربه تبارك
وتعالى. هذا الأمر الثالث وهو الحذر من الهوى. فالأمر الأول تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إخواني أن نكون حينما نذنب من المتواضعين، من المخبتين، من المنيبين لربنا تبارك وتعالى، نعترف بالذنب إذا ما أذنبنا ونتوب إلى ربنا ونتواضع له جل وعلا ولا نتكبر. الأمر الثالث إخواني الحذر من هوى النفس. الأمر الرابع إخواني ينبغي لنا أن نحذر غاية الحذر من مرض الكبر ومن مرض الحسد، وهذان المرضان هما المرضان اللذان أهلكا إبليس. فإن إبليس قد تكبر أن يسجد لآدم، وسبب تكبره قياس قاسه بعقله واستهوته نفسه، وهو أنه رأى أنه قد خلق من نار، ورأى أن آدم قد خلق من طين، فهو بعقله وبهوى نفسه استنتج قال النار أفضل من الطين، وذلكم قيل لأن النار لها خفة، وأن النار مضيئة، وأن النار تعلو بخلاف الطين فإنه يسفل، إلى غير ذلكم من الأسباب التي جعلت إبليس يعترض على أمر الله جل وعلا بسبب القياس الذي قاسه بعقله. وها هنا ينبغي للمؤمن أن يتأمل هذه الحال. فالأمر إذا ورده من الله تبارك وتعالى يسارع إلى هذا الأمر ولا يعترض على أوامر الله جل وعلا بما تستهويه نفسه أو بقناعته الشخصية كما يقال. ينبغي للمؤمن أن يسارع إلى أمر الله جل وعلا، وأن يحذر غاية الحذر من الكبر الذي قد يمنعه من الاستجابة لأمر الله جل وعلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر تكون في قلبه تمنعه من دخول الجنة. فيحكم الإنسان في نفسه صفة التواضع، ودائما ما يطلب هذه الصفة، ويلاحظ نفسه حينما يعامل الناس، وحينما يعامل لا سيما الفقراء من الناس أو من هم دونه في المنزلة. يحذر غاية الحذر أن يتكبر على من هو أجهل منه أو على من هو أفقر منه أو على من هو دونه في المنزلة سواء في المنصب أو غير ذلك. يحذر غاية الحذر إخواني من المرض الذي أهلك إبليس وهو الكبر. وكذلك يحذر غاية الحذر من مرض الحسد. فالحسد إخواني هو في الحقيقة اعتراض على قسم الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين الناس، لا يد للشخص الذي تحسده فيما تحسده فيه. فإذا كان الشخص يحسد الآخر على مال فإن المال قد رزقه الله سبحانه وتعالى، ولم يكن بصنيع المخلوقين، وإنما هي أرزاق قد قسمها الله جل وعلا، قسم بين الناس هذه الأرزاق. فلا ينبغي لنا أن نحسد الناس على قسم الله جل وعلا وعلى ما كتبه وما قدره الله تبارك وتعالى. اصبر على حسد العدو فصبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. الأمر الأخير إخواني التوبة. دائما ما يتوب الإنسان إلى ربه، دائما ما ينيب ويرجع إلى ربه إذا ما أذنب وتاب. آدم عليه السلام أذنب في بداية الأمر حينما كان في الجنة، ولكن رفعه الله جل وعلا بتوبته مكانا عليا. تقبل الله جل وعلا من آدم توبته، وإن كان قد أهبطه إلى الأرض ولكن أهبطه نبيا ومعلما للناس الخير، وأهبطه إلى الأرض عبدا لله جل وعلا يستجيب لأمر ربه تبارك وتعالى ويعبد ربه في هذه الأرض. فدائما ما تكون التوبة بإذن الله جل وعلا رافعة لمقام العبد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما استغفر ربه في المجلس الواحد 70 مرة أو أكثر من ذلك. فينبغي لنا دائما ما نطلب من الله نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوبة النصوح وأن نستجيب لأمره جل وعلا، إذ قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوب ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فنسأل الله سبحانه وتعالى
العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا وأن يجعلنا من عباده المهتدين المنيبين المتضرعين، وأن يبعد عنا أدواء الكبر والعجب والحسد وغير ذلك من الأمراض التي تفسد القلوب. ونسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.